السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية متابعينا الكرام. مكملين في شرح إعدادات هذا الريموت لمكيف السبلت يونت نوعية ميديا الموجود أمامنا. في عندنا بالنسبة لسرعة المروحة، طبعا بإمكانك أنت تضبط في المود اللي هو الكول سرعة المروحة بالسرعة اللي أنت بتريدها، سواء الميديوم أو الهاي أو اللو أو طبعا الأوتو. ولكن في ميزة في هذا الريموت، في حال كان طبعا صوت المروحة مزعجك بإمكانك طبعا تخفض من سرعة هذه المروحة إلى الحد الأدنى اللي هو أقل من اللو الموجود معنا. يعني أنا هون حاليا بقدر أرفع حتى الأوتو، ونقدر طبعا نغير مثل ما شايفين عندي هون أقل سرعة للمروحة بالنسبة لهذا المكيف. في حال كانت أقل سرعة بالنسبة لك تعتبر مزعجة مثلا لطفل أو لأي سبب كان، وحاب أنت تحصل على سايلنت، في عندنا هذا الزر اللي هو زر المروحة الظاهر أمامنا هون شايفينه اللي بغير فيه. في حال استمريت بالضغط عليه لعدد من الثواني بشكل مستمر راح نحصل على نظام السايلنت اللي هو الهدوء التام بالنسبة لهذا المكيف. خلينا نجرب مع بعض، شايفين بيخف عندي طبعا الصوت تماما وبتخف سرعة المروحة. ولكن يفضل في حال انت بدك تستخدم هذا الخيار انك ترفع درجة الحرارة، ما تخليها على درجة الحرارة اللي هي 20، خليها 23 24، بحيث يكون في عندي تناسب مثل ما احنا دائما بنشرح ما بين سرعة المروحة وما بين درجة الحرارة اللي انت طالبها، ما تكون طبعا درجة الحرارة متدنية تماما على 20 ويكون عندي سرعة المروحة على السايلنت، لانه هذا الامر قد يؤدي إلى تثليج المكيف. يعطيكم العافية.